مرحبا يا بطلي. كيف عرفت البيت؟ بزعل منك ها؟ شو السؤال هذا؟ نحن ما عم نلعب. وأكبر دليل العملية الناجحة اللي صارت بيناتنا. الأمور كانت منيحة والنتائج أحسن من المتوقع ولسه الخير لقدام. يعني مبسوطين مني؟ طبعاً، مشان هيك بتستاهلي الوردات، في لك مكافأة مالية. أنت هلأ بطلة وطنية. شكراً، بس هي أول مرة وآخر مرة. خدمة الوطن ما فيها أول مرة وآخر مرة. وقت اللي بنحتاجك بدك تلبي النداء. نحن بنأمر وأنت بتنفذي. بعدين لازم تنبسطي، لأنه هي الشغلة الوحيدة اللي بترفع الراس بكل تاريخك. اتركوني بحالي، أنا ما عدي ساوي شيء. لا تستشرفي علي وهيك. لسه من كم يوم هجمتي على بيت واحد وربيت الكلاب السود فيه. الزلمة تشوه بسببك. بقى لا تعملي الملاك البريء على سمائي. وقت اللي منقشر بتركدي مثل الكلبة. نحن منفصل، انت بتلبسي. بس انت شكلك بتعرفي تشلحي وبس. حطي الوردات بالمي قبل ما يدبلوا.